عاوني لي سوينه يلا كل واحد يهز له تخليه قدامه دغيا محمد هو من هنا فاهمينها رحنا عارفين كاين اللي يخرج بلا فطور الى اخره نعم اذا الحاجه الاولى حاولوا تبقاو مجموعين وما تخرجوا على هذا الاطار اللي اثرناه بهذاك الشريط البيض والاحمر هذا الاطار ديال فين كاين المجال ديال الانشطه حتى هو ما تخرجوش عليه اذا اي واحد خرج على الاطار فين راحنا متجمعين غادي يتقسم المنافسه الرياضيه ولا الترفيهيه ولا الثقافيه صحيح نعم وما عمر غادي يعاود يخرج في شي رحله اخرى ولا يشارك في شي نشاط اذا باش نتفاهموا من الاول اللي يكون باغي شي حاجه يطلب الاذن طيب غير نطلبوا الاذن باش نعرفوا شنو كاين الخطه جامي لقى زوج بنات مشاو بوحدهم وبقاو نقلبوا عليهم اغلبيه ديال البنات الاباء حطوكم امانه في رقبتي الاستاذه غادي معنا وقال لكم يلا اذا ما تحشموش بيا ما تخليوش المسؤوليه على عاتق راه المسؤوليه عليكم انتم صافي صافي باش مره اخرى والديكم انا نقول لهم تصيفطوهم اذا كفرنا هذاك فهمنا اذا قبل ما نبداو في الفقرات الاخرى الحاجه الاولى ردوا بالكم الحجر رحنا نقينا هاد البلاصه ما امكن الحجر الكبير حاولوا ما تطلعوش تنقذوا باش ما يطيحنا شي واحد ولا يتجرح حنا نمشيو وحنا مستافدين وما ما وقع حتى شي حادثه ان شاء الله غادي يكونوا جمعيات اخرين دابا غادي يجيو اذا ما كانلاش غادي يبقى عندنا شي اختلاط ولا شي حاجه ولا هذه راه تعرف صاحبتها الاخرى وغادي تمشي ليه ما كانش يعني راكي داخل راكي تحت المسؤوليه ديال الجمعيه والمؤسسه بقاي هنا وبقاي في الانشطه ديالها كينساليو داك الساعه ترجعوا يعني من لهنا حتى ترجعوا للمؤسسه اذا اول حاجه مرحبا بكم في تازودا مرحبا بكم في غوروغو مرحبا بالسي سعيد وكتقول له تازودا مرحبا بك واهلا وسهلا وشكرا اللي جبتنا هاد السلامه مرحبا بالسي فتحي موقع جيغان جنات مرحبا بموقع جيغان جنات Yeah.
عشان نضيع من ذي سلوكتور وذي سوالف مش في مليجة في مليجة اشقر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفيت دقت وفيت لا إله إلا الله لا إله إلا الله Yeah.
مفرد نحن ساعدوا تكون مجروح تكون مجروح هذا اسم اسم داعية مصري مصري اسم داعية مصري داعية مصري واه داعية من الدعاة دعاة من الورق المقوان خاص بعود الرائحة الزكية ديال البخور ديال الند وما يطلق عليه بالند قام صاب لون بنفسجي فيها وردات الياسمين في الصورة كتب بالأصفر باريزاتها أنا بالداخل لا تفتحني في طريقك للبحث عني رددوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي العودة سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر احذروا أن تتوقفوا عن الترديد وإلا ستخسر مجموعتكم عندما تصلوا إلى مكان التجمع ابدأوا في فك اللغز وسارعوا إلى اقتناء أوراق إذن اللغز هو اسم كتاب دين أول كلمة فيه مرادف حكايات حسام رجاء راك في المجموعة من غير المجموعة رجاء ثاني كلمة مرادف الرسل إذا قلت مرادف الحكايات قصص قصص ثاني كلمة مرادف الرسل الأنبياء إذا قصص الأنبياء سهلة لا قولتوهاش ولكن ساعدتكم وحدة في المجموعة تفضلوا المجموعة ديال البواسل كواسل لا إله إلا الله دائما تنسين على سميتهم حبيبت اليوم كرام أهلا وسهلا بكم وبيت اليوم كرام أهلا وسهلا بكم ضغط مرحب بكم أهلا وسهلا بكم ضغط مرحب بكم أهلا وسهلا بكم لا 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 التعليمات اللي تعطى لكم راه هي اللي غادي ان شاء الله غتبقى تكرر في كل رحله.
الكيما والحجر، ولكن حاولوا تخيلوا التاريخ اللي داز هنا، الناس اللي كانوا هنايا، الحروب اللي دارت هنا، كيفاش الرجال ديال البلاد حروا هذه المنطقه هذه. يعني خصكم تحضروا هذا الشيء للعقل ديالكم، ماشي غير تلقاو شي واجد وتقولوا صافي. يلا استمعوا دابا الاستاذه ديالكم. اذا تقع قلعه صازولا في قمه جبل قروبو على ارتفاع 600 متر على الحافه الشماليه من فوهة البركان القديم، ولا يمكن الوصول اليها الا عبر المسلك الشرقي الوحيد نتيجة الارتفاع العمودي الحافات الثلاث الغربية والشمالية والجنوبية على الهضبات الجرانيتية، مما وفر لها حصانة ومناعة طبيعيتين استغلتا منذ القديم إلى غاية فترة الحماية الإسبانية. وتعني كلمة تزودة بالأمازيغية القصعة أو الإناء الدائري الشكلي. شدوا المعلومات في الراس. بالكم قلت لكم جيبوا الدفاتر والسيلو يا شيخ المسابقات هذا الشيء، ويجعل هذا الموقع الاستراتيجي ترى من سهوب بعد، يعني من بعد كتشاف هذا العلو ديالها كتشاف من بعد. نعلم من خلال سالوستوس بان القائد الروماني مارويس امر ببناء حصن بجانب نهر ملوية، وهو ما دفع كيريلي للاعتقاد أن الحصن المذكور هو تازودا الحالية، ويبقى هذا الاحتمال ضعيفا للبعد الجغرافي الكبير بين هضبة تازودا ونهر ملوية. I'm not.